حنوم اليوم محاشي اليوم وش؟ شلون بساعدك نعلمكم شلون تحفرون الجفر، شلون تحفرون الكوسة، شلون تحفرون البردقان، شلون تحفرون الجح، كل شيء بنحشيه اليوم. نبغى لك ذي ويش؟ برافو. بسم الله الرحمن الرحيم. شكاكين معانا المكونات ان شاء الله تبارك الرحمن. حلوة جو الزم يلا تكفى ابو سعد. لا اول شيء نقطع راسها ثم نجيب القماطة. شو اسمها هذي؟ القماطة. طريقة سهلة جدا. اي شوف 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 تعلم انت تعلم ترى ما نبدأ محيل لك. شفت الله شوف خايف. بسم الله الله اكبر كذا نكفته نقولبها شوف مضخد ما عليك عادي عادي رقح تحصل خايك يلا وري طريقة التنت. بسم الله انت قطعت راسك ليه؟ يلا يا الله يعطيك الجدري هذا قم هذا الدربي عادي البارد كذا ها شوف تعلم نكفتها على داخل ونظهرها شفت طريقة سهلة جدا ما يبيلها شفت نحط في بطنها طماطة محشي طماطة الله يبارك في عدو تربيل درجة اسمها دول معرقية خلاص اسمها دول معرقية ولا حرف الدال من دول ما لا لا مالك تضبط هالحين لا انا بغى لك لا هادي بس في بعض الحالات نجيها من وراء شفت تظهر شفت خبره 18 سنة هذه عاد اللي ما حسبنا حسابه انا ابغى لك شلون تنحشى هذا اسهل شيء يذمك ايه بس صار عصير دي ما هي بنيسة يا ولد ها حرام الى ناس انا بارزاتها حذبها لا ما علي بالرقح لا والله تحذبها والله ما حذبها خلها بس ايش فيها كذا ترقيبي هذه بنحشيها عكس عشان لو مفتقت من قدام هي تضبط حطنا فيها نفق والله ضبطت حق عين بس في لونها كذا من داخل وين؟ هذه تغبيرة عادي بيديك اكفت اصبعك في حنين حلوة الفتحة من فوق ومن تحت سكر قلبتها بالبديجان شوف هذا تامين حسب خبرتي
وضعه. وصير قاعدة. صير قاعدة بعد هذا. الله يوفقك. شقيتها شق انت. طبعا نطبخ رز جانبي منحشي به البديان والبرتقال والكوسه. فنان يا اخي. نحط هذه مع الرز. اوه لك الحوالي. صيد. ها؟ صيد. اللي هو. حلوه. خطا ولا بدون؟ نحط الهذي. حلوة ضيف صرة الطماط. احنا الدجاج ايش دخله؟ كنسل كنسل. نقول به نقول به لين غادي يتمر بس. يبغى لك هات اللي يطيح وراك هاتهن. وال والي هذه ما حجيت سكرت انا بيها اذا اذا ما فاتح سكرها هذه ما حجيت في ذمتك والله لا من ورا شوف يطر جيبي هات 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 طريقه الحشو الظاهر انها كذا انا ما ادري هي كذا وي اي والله شوي شوي ابو غيرك عادي فتحناها واجد بتاخذ لها رزن واجد يا ولد قسمها لك قسمها يطر جيبي طر ايش الليمون وينه؟ هذا الليمون كل سنة هذا ثاني احد الطرق المبتكرة ندعس فيها شفت؟ مضبوط هذه كذا يا عمر ثم نختمها بالقلوب تقول نحشي بيت والبصل بتاقت هوا في الله يمنى ما تشد ما يقول انا ابوك انت هذا وصل هذه مرضنا ما نحشيها اصفك لهم عليك تنحشي بصل اليوم محاشي عند عبد الله سعد أرحب أنت هذا اسمه دولمة عبد الله دولمة ذي أنا عندي أنا أختها لا لا تعبانين وشارين حدايد تحش بيدك صف صف قلي لا تلحل على مصطفى حط المحشي بالبصل حلوة دخلها طبقات كوسه كوسه بدجان بدجان لا لا حرام يا اخي تحط واحده فوق واحده هي يبغى لك ذي حطها خل خل قعدتها ايش قعدتها الله يرحم والديك حد ميتين قبل يوم اي هذه مقعده خل خل هذه خلف النص هذا لها ستاند والله اللي لينك واحد واجد كيف؟ والله ثقة انا بك ذي ما فتكتها هذا في الكلام لا تنفجر المناقص المناقص انت انت شعره كنا رجل طول محشي فراخ محشي فراخ يا سلام ما مصوبين او كذا ايش دحت الغاز عليها ظروف يا ابو عيت تشتس ولا هم تشتس كل تراب انت Hmm.
جيب الرز جيب الرز. يا سلام يلا قلبه قلبه. الرجل الثاني وينه؟ عاف كان احد رجلك. شغل. شوي على الخفيف على الخفيف. الكوسه لا تبعث على انا. حلو. ايش فيك ومدري ايش. يا سلام. البصل والبطاطس على يطر. مالك ثقة ثقة ثقة. يا رجل ذا عشان. انا رجعه. ابصل محشي يا رجل يحشى كل شيء يحشى حتى انت لو انت لو تحصل حشيناك استمر عبد الله بطاطس اسمع هذا شو يقول احبك انت انتي وبس وغيرك ما تبي النفس احبك كثر نور الشمس وكثر الناس والدنيا والدنيا والله انا يكذب والله والله انا يكذب